اكيد علاقه حب مع الميكاب، يعني ما يمكنش اون فام وهذا ما يمكنش ما يكونش عندها يعني الميول لان تحط ميكاب لا راسها ولا للناس. انا ملي كنت صغيره وانا كيعجبني الميكاب وكنت ديما كان ميكوزين ميس خصني نبقى ندير لهم مكياج وكننصح اخطاء ديالي وكتشوفي شنو اللي مزيان شنو اللي ما مزيان شنو اللي اغلط فحال هكا حتى بقات عندي ديك الرغبه. دونك علاقتي بالمكياج هي قصه حب بادية من سنين، هذه عندي واحد النظره كيف ما كنقولوا فنيه اللي كتمكنني انني ملي تكون عندي الزبونه ديالي كنعرف كيفاش نتعامل معها ونخرجها راضيه.